اللاعب ثيردي لافينا. طبعا ما شفنا لهلا اللاعب اللقب رقم 14 في منتخب الفلبيني، هو الوحيد اللي ما لعب، رون أباريانتوس. مقابل اشراك المدرب ديريك بارمان لاغلب طبعا عناصره ما عدا محمد العباسي اللي بنتمنى له الشفاء من الاصابه، وعمر عباده وزياد الشنوفي. بدايه الربع الرابع راح تكون كره مع ثيردي رافينا، توصل ل جوزيف نيتو، لبالتازار اللي عم بيرجع لارض الملعب، جوردن هيدينج لثيردي رافينا. رافينا بده يسدد، بمرر كان وبتوصل تحت السله لشون تشيو. 1-on-1 كانت مع اللاعب بشير بن يحيى، والحيازي راح تضل مع المنتخب الفلبيني المتاخر باربع نقاط من الحد الجانبي. كره مع جوردن هيدينج، هيدينج وبده يسدد مسافه ال 3 بوينتس. نياتو بينجح، نياتو بيقلص الفارق لنقطه واحده بس، ونياتو صار رصيده 5. نسبة نجاح المنتخب الفلبيني من مسافة الـ 3 بوينتس 31%. كرة مع بالحسن الشيحي بتوصل لأسامة المرناوي، مرناوي بده يحاول يرد بتضيع، والريبوند لنياتو، جوزيف نياتو في خطأ على أحمد العدامي. على أحمد العدامي الخطأ الثاني بالمباراة على العدامي. جوزيف بالتازار يسلم الكرة لجوزيف نياتو، بالتازار لثيردي رافينا، تفتت الكرة من نياتو وتيرن اوفر ببلاش من لعيبة المنتخب الفلبيني. كرة مع أسامة المرناوي بيسلمها لأشرف الغنوني. رح نرجع نشوف عامر بوعلاق بأرض الملعب بصفوف نسور قرطاج. الغنوني سكرين من بشير بن يحيى، توصل لمرناوي للغنوني، مرناوي ضل 4 ثواني على نهاية الهجمة، بده يسدد بتضيع الاوفنسيف ريباوند، حلوة من اللاعب رقم 1 أسامة المرناوي. أداء رائع للمرناوي بهاي المباراة، عامل 5 تمريرات حاسمة إلى جانب الخمسة ريباوندز وال 12 نقطة. عامر بوعلاق بيدخل وبيطلع اللاعب أشرف الغنين، وراح نشوف بعد ما يسدد المرناوي راح نشوف جوهر جوادي بأرض الملعب، كمان فارس العشي رم الحرة الأولى عم بيسجل المرناوي. الرمي الحرة الثانية بيحاول يرجع يوسع الفارق المنتخب التونسي. الرمي الحرة الثانية المرناوي بينجح، صار رصيده 14. بيطلع المرناوي وبيطلع بن يحيى وبيدخل بدالهم جوهر جوادي وفارس عشي. كرة مع المنتخب الفلبيني مع جوزيف نياتو كابتن المنتخب. نياتو يحاول يعمل سكرين اللاعب شون، توصل لثيردي رافينا لجوردن هيدينج، بيسدد مسافة 3 بوينتس بتضيع، والريبوند لعامر بوعلاق، الريبوند الرابع لإله بالمباراة. من الجهة الثانية بتوصل الكرة لا بالحسن الشيحي لا أحمد عدامي، ترجع لعامر بوعلاق، البوعلاق سكريم من فارس العشي، العشي لبالحسن الشيحي، بيسدد مسافة 3 بوينتس بتضيع، والريبوند لبالتازار جاستن، بيسلمها لجوزيف نياتو لجوردن، جوردن هيدينج لنياتو في خطأ من عمر بوعلاق، الخطأ الثاني على بوعلاق لاعب النجم الرادسي. والحيازه من الحد الجانبي لجوردن هيدينج، توصل لبالتازار، هيدينج مره ثانيه بدافع عليه جوهر جوادي، سويتش بالديفنس بين جوادي واللي عم بيعمل السيل هلا جوهر جوادي، ولا اروع الدنك، ولا اروع، ولا اروع الدنك. استعراض متواصل من لعيبه المنتخب التونسي، شفنا بالحسن الشيحي وهلا عم نشوف جوهر جوادي، والفارق صار 6 لمنتخب تونس.
الكرة بالتزار بيسلمها لفردي رافينا. اللاعب زي ما حكينا لعب بالدوري الياباني بالموسم الماضي. شون لفردي رافينا ضايل 8 ثواني على نهاية الهجمة. رافينا بدافع لاعب أطول منه هو بن حسن الشيحي وبدها تضيع الكرة والريبان مع فارس العشي. الفاست بيك مع جوهر جوادي بيسلمها لبن حسن الشيحي. فارس عشي لعمر بوعلاق. بوعلاق يسدد بن حسن الشيحي بتضيع المرة. والآخر لاعب لمس الكرة هو فارس عشي. الكرة والدنك الأخير من جوهر جوادي لاعب شبيبة القيروان. الدوري التونسي عم برجع أسامة مرناوي وعم بيطلع بن حسن الشيحي وعم بدخل بصفوف المنتخب الفلبيني كاكو كوامي. واللاعب رقم 28 راي سويرتي. كرة مع كاكو كوامي لنياتو. نياتو نياتو بمسافة المتوسطة بتضيع الريبون لأحمد العدامي بتوصل لصانع الألعاب عمر بوعلاق. بوعلاق للمرناوي الجهة الثانية لجوهر جوادي. بوعلاق لمرناوي. العدامي تحت السلة للعشي باللعب مع الباكبورد بيسجل. فارس عشي صار رصيده 10. الدبل فيجرز الدبل فيجرز بانتظار اللاعب الثالث اللي بتجاوز العشر نقاط بالمباراة بعد زميله أسامة المرناوي وبعد دوايت راموس لاعب المنتخب الفلبيني. كرة مع فيردي رافينا. رافينا 3 ثواني على نهاية الهجمة ورافينا بيده اليمين بيسجل والأروع. اللقطة الأخيرة من اللاعب رقم 12 وهتافات الجمهور الفلبيني الموجود بأرض الملعب موجودة. كرة مع عمر بوعلاق وهلا بده يسدد مسافة 3 بوينتس. أسامة مرناوي بتضيع وريباوند اللاعب كري سويرتي. شوف تبديلين بصفوف المنتخب الفلبيني. سويرتي توصل سويرتي بده يحاول يمرر الكرة أو دعم السباك. لا بمرر بفضل يمرر لبالتازار. توصل لنياتو نياتو نياتو بيسجل من مسافة الثري بوينتس وعم بيقلص الكيلاس فيليبيناس. الفارق لثلاثة. الفارق صار 3 لمنتخب تونس. الكرة مع أحمد عدامي. العدامي لعمر بوعلاق. البوعلاق عم يدافع عليه اللاعب الأكبر سنا بصفوف المنتخب الفلبيني بس عم بيسجل اللاعب عمر بوعلاق. والفارق الفارق عم بيطلع هلا صار 5 لمنتخب تونس ودخلنا باخر 5 دقائق من المباراه. الكره بالتازار جاستن لكاكو كوامي. كره ريباوند مع اسامه المرناوي توصل ل عمر بوعلاق. البوعلاق لاحمد العدامي بيسلمها لاسامه المرناوي. المرناوي سكريم من العشي بتوصل للعدامي دي فضل يعمل ستيب باك. عمر بوعلاق بيضيع الثري بوينتس وريباوند لجوهر جوادي الاوفنسيف ريباوند. جوهر جوادي عامل 4 ريباوندز و9 نقاط بالمباراه وفي ستيل من المنتخب الفلبيني. كره هلا مع كاكو كوامي توصل لنيتو وفي خطا من اسامه المرناوي لمصلحه المنتخب الفلبيني. في 3 تبديلات بالمنتخب الفلبيني جورج جو ودوايت راموس وبيلانجيل بيدخلوا على ارض الملعب. بيطلع بالتازار ونيتو وثيردي لرافينا. الخطا الاول بالمباراه عم بينحسب على اسامه المرناوي بهاللحظات. الكره مع جورج جو. جو بوصلها للاعب ري سويرتي زي ما حكينا اكبر لاعب بصفوف المنتخب الفلبيني 27 سنه. جورج جو لسويرتي. سويرتي بيعمل درايف قدامه لبشير بن يحيى بتضيع والريباوند اوفنسيف ريباوند لجورج جو يسدد مسافه الثري بوينتس. كمان سويرتي بتضيع الكره باخر ثانيه من الهجمه والريباوند لبشير بن يحيى توصل لعمر بوعلاق. المنتخب التونسي عم يقدم نصف ثاني افضل بكثير طبعا من الربع الاول والثاني وعم بيعكس هذا الامر على النتيجه
عم بتقدم منتخب تونسي بفارق 5. الكره بيعمل درايف وسام المرناوي وترن اوفر ببلاش، الترن اوفر بانتظار اللاعب أسامة المرناوي، والكرة راح ترجع لمنتخب الفلبيني. بده يحاول يحط الضغط على المنتخب التونسي. كرة بلانجيل لسويرتي، سويرتي لكاكو كوامي، 1-on-1 مع بشير بن يحيى. بده يحاول يمرر، لا بيحاول يعمل درايف. ضايل 4 ثواني على نهاية الهجمة وبيسجل بطريقة كثير ذكية كاكو كوامي، وكاكو كوامي صار رصيده 8. الفارق بنزل لـ3 لمصلحة نسور قرطاج، والكرة هلا مع عمرو بوعلاق. بوعلاق بدي كمل على السلة، والبوكشوت الثالث بالمباراة على لمصلحة كاكو كوامي على المنتخب التونسي. أكيد بالوقت المناسب المخرج راح يعطينا اللقطة الأخيرة والبلوك شوت اللي عم بيكون من كاكو كوامي مدرب المنتخب التونسي، عم بيطلب التايم اوت. هي الإعادة للكرة الأخيرة لعمر بوعلاق، والبلوك شوت شوف 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 كيف بنط بالعالي كاكو كوامي. كاكو كوامي اللاعب زي ما حكينا عمره 23 سنة، خريج دوري الجامعات بالفلبين. تعليمات مدرب المنتخب التونسي ديريك بارمان، مدرب المنتخب الألماني بكأس العالم 2006 وأولمبياد بكين 2008، مدرب بعدين المنتخب البولندي والمنتخب الإيراني قبل ما يروح ويدرب المنتخب التونسي. طبعا كل هذا المشوار بمسيرة المنتخبات بيوازي مسيرة بالأندية. آخر نادي دربه هو روستوك بالدوري الألماني للدرجة الثانية. يرجع اللاعبين على ارض الملعب، وعم نشوف تعليمات المدرب الامريكي تاب بولدوين للاعبين المنتخب الفلبيني. تاب بولدوين كمان درب المنتخب اللبناني قبل ما ينتقل لتدريب منتخبنا الوطني الاردني طبعا، وبعدين سافر على الفلبين وصار مستشار للاتحاد الفلبيني لكرة السلة، ومدرب كمان بدوري الجامعات، درب كمان منتخب نيوزيلندي. تاب بولدوين كرة مع المنتخب الفلبيني بعد المنتخب التونسي بعد التايم اوت، عم بيسدد احمد العدام الكرة اوفنسيف ريبوند لبشير بن يحيى، بتوصل لاشرف الغنوني. الغنوني 1-on-1 مع لاعب اطول منه هو كاكو كوامي، مع الباك بورد بضيع الغنوني ريبوند لكاكو كوامي، ريبوند رقم 6 توصل لبيلانجيل. بيلانجيل بيحافظ على الكرة وفي سكرين من كاكو كوامي، بدي كمل على السلة، وبتوصل للكورنر للاعب سويرتي بدي كمان يعمل درايف، بدي يسد مسافة متوسطة مع الباك بورد في فولو اب من دوايت، لا من كاكو كوامي، وكوامي صار رصيده 10. ثاني لاعب بصفوف المنتخب الفلبيني، والفارق بنزل لنقطة واحدة بس لمنتخب تونس. ودخلنا باخر دقيقتين من المباراة، الإثارة عنوان الدقائق المتبقية من المباراة. كرة مع أشرف الغنوني، الغنوني بيحصل على الفاول من دري سويرتي. حيازة من حد الجانبي في تبديل، رح يطلع بشير بن يحيى، رح يدخل بداله فراس اللحياني. الخطأ الثاني بالمباراة اللي عم بنحسب على ري سويرتي.
عم بيطلع كمان عامر بوعلق كرم احمد العداوي توصل لاشرف الغنوني من جهه ثانيه لجوهر جوادي لاسامه المرناوي بيسدد مسافه الثري بوينتس وبيسجل اسامه المرناوي اسامه المرناوي عم بيسجل بوقت كثير مهم لمنتخب تونس اربع نقاط الفارق هلا كرم مع بلانجيل منتخب الفلبيني بالمقابل بده يحاول كمان مره يقلص النتيجه جورج جو لبيلانجيل مسافة الثري بوينتس وعم بينجح يقلص الفارق مباراة مش معقولة اون فاير المباراة اون فاير هلا جمهور الفلبيني عم بيكون كمان اون فاير جوهر جوادي جوهر لأشرف الغنوني السكرين عم بيكون موجود لأحمد عدامي لمصلحة الغنوني وبعد باك بورد بيسجل الغنوني والأروع الكرة الأخيرة 16 نقطة رصيده للغنوني وزميله أسامة المرناوي مسجل 17 لاعبين مع بعض عاملين 33 نقطة من أصل 66 منتخب التونسي عم بتقدم بنتيجة 66-63 تايم اوت لمدرب المنتخب الفلبيني تاب بولدوين طبعا اكيد بده يحاول يرجع التركيز للاعيبه فريقه كثير بوقت مهم ودخلنا باخر دقيقه من المباراه اكيد بده يستعمل سلاح الثري بوينتس اللي عم يتفوق فيه لهلا المنتخب الفلبيني نسبه نجاح كثير منيحه للمنتخب الفلبيني من مسافه الثري بوينتس نفس الشيء لمنتخب تونس لكن من المسافة المتوسطة وتحت السلة 41% نسبة نجاح منتخب تونس من مسافة النقطتين والمنتخب الفلبيني عم يتفوق من مسافة الثري بوينتس ب 31% منتخب التونسي عم يتفوق بالريباوندز على الفلبين ب 38 ريباوند مقابل 34 الفلبين متفوقة بالتمريرات الحاسمة ب 16 تمريرة حاسمة مقابل 14 كل فريق عمل خمس مرات سرقة للكرة 10 اوفرز لمنتخب الفلبين 12 مقابل 11 لتونس واللاعبة بيرجعوا لأرض الملعب والحيازة مع الجيلاس فيلبينوس مع جورج جو دوايت راموس أكيد عنصر من العناصر المهمة لمنتخب الفلبين باللحظات الحساسة اللي عم موجودين فيها هلا كرة مع دوايت راموس بدافع عليه أشرف الغنوني توصل لجورج جو في سويتش بالديفنس أحمد عدامي هلا عم يدافع على دوايت راموس توصل لبيلانجيل بيلانجيل عم بتجاوزه لجوهر جوادي بده يسدد سويرتي مسافة الثري بوينتس عم بينجح المنتخب الفلبيني والأروع اللقطة الأخيرة والهجمة الأخيرة لمنتخب الفلبين منتخب الفلبيني اون فاير والجمهور الموجود كمان على المدرجات عم بيكون واقف على رجليه مش معقول المباراه مش معقول المباراه النتيجه تعادل وضايع 30 ثانيه على نهايه المباراه وفي تايم اوت مدرب منتخب التونسي مدرب المنتخب التونسي ديريك باورمان عم بيقول انه في ثواني مفروض انه تنزاد على الوقت الموجود هلا تعليمات طبعا احتمال كبير ندخل على الاوفر تايم اذا ما سجل احد المنتخبين بالثواني المتبقيه من المباراه مباراة تستحق المشاهدة منتخبين تبادلوا التقدم وشفنا تطور بأداء المنتخب التونسي بالربع الثالث والرابع زي ما حكينا مع مشرك المدرب الجمهور الفلبيني عم نشوفه على الشاشة
بكره في ثلاث مباريات ضمن برنامج بطولة كأس الملك عبد الله. المواجهة الأولى بكرة الساعة 1 المنتخب الأردني الأولمبي راح يواجه النظير وشقيقه السعودي بتعليق الزميل الإسلام صياحين. مباشرة قمة بكرة بين تونس ومصر الساعة 4 بتعليق الزميل زيد ساحوري. وبعدين المباراة الثالثة راح تجمع بين منتخبنا الوطني الأول الأردني مع الفلبين الساعة 7. كل المباريات بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب يوم السبت. مواجهات نصف النهائي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويوم الأحد النهائي إن شاء الله الساعة 7 بصالة الأمير حمزة. الحيازة راح تكون مع المنتخب التونسي بنص ملعب الفلبين مع أشرف الغنوني. عم شوف جوهر جوادي وأحمد العدامي، وتحت سلة موجود أسامة المرناوي وفارس عشي. كرة هلا مع الغنوني، أشرف الغنوني اللي حاولي عم درايف قدام لعبة طول منه اللي هو كاكو إكوامي، عم يضيع الكرة والريباوند لمين؟ المنتخب الفلبيني. المنتخب الفلبيني هلا الكرة مع دوايت راموس، ودخلنا بآخر 10 ثواني من المباراة. كرة مع دوايت راموس، في خطأ من أشرف الغنوني، لسه في مجال للأخطاء بين الفريقين. الخطأ الثالث الرابع الجماعي على منتخب تونس، وفي تايم اوت لمدرب المنتخب الفلبيني تاب بولدوين. الحيازة راح تكون مع الفلبين بنص ملعب تونس ومعه 8 ثواني بالضبط. المنتخب التونسي عبرتك بالخطأ طبعا الثاني أشرف الغنوني، يعني مسجل 16 نقطة بهاي المباراة، بضل أفضل مسجل لهلأ أسامة المرناوي، أفضل لاعب التمريرات الحاسمة كمان أسامة. التعليمات الأخيرة لكلا المدربين، طبعا في ممثلين عن السفارة الفلبينية كمان بالمدرج بالمنصة الرئيسية بالملعب. حضور دائم للمباريات سواء للجالية الفلبينية والقائمين على السفارة الفلبينية، وشفنا كمان جمهور الجالية المصرية والتونسية بهاي البطولة، إلى جانب طبعا جمهور منتخبنا الوطني الأردني لكرة السلة تحت قيادة رئيس رابطة الجماهير شريف المصري. اللاعب بيرجعوا لأرض الملعب، 8 ثواني كتير مهمين لمنتخب الفلبين. المنتخب التونسي طبعا بيحاول يدافع بشراسة على الأقل لدخول الأوفر تايم. نتيجة للتعادل 66-66. نشوف دوايت راموس هلأ من حد الجانبي كيف حينفذ الهجمة والثواني المتبقين من المباراة. كرة دوايت راموس لكاكو كوامي، كاكو كوامي بحافظ على الكرة وضايل 4 ثواني، ودوايت راموس دي سدد وبيعمل فولو اب. كان اللاعب سويرتي، وعم بنتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل. رح ندخل بالأوفر تايم هلا، أول مباراة بالبطولة والنسخة العاشرة عم ندخل فيها بالأوفر تايم. خمس دقائق إضافية رح يكونوا بانتظار عشاق كرة السلة، سواء جمهور المنتخب التونسي أو المنتخب الفلبيني أو عشاق كرة السلة بشكل عام. الوقت الإضافي بانتظار الجماهير ولاعبين الفريقين. متابعة كتير مميزة من الجمهور الفلبيني على منصات التواصل الاجتماعي سواء على يوتيوب أو على فيسبوك لبث القناة الرياضية الأردنية لهاي المباراة. أكثر من 13 ألف متابع للمباراة على فيسبوك، و 4800 واحد على اليوتيوب، بالإضافة طبعا للي عم يتابع المباراة من شاشات التلفزيون. نجاح كتير كبير
النسخة العاشرة من البطولة. طبعا النسخة العاشرة من هاي البطولة عم بذكرها بنسخة 2003 اللي توج فيها المنتخب المصري باللقب. بطولة شهدت مشاركة 12 منتخب من العيار الثقيل وأسماء كتير كبيرة. يعني إذا بنحكي عن المنتخب المصري كان إسماعيل أحمد موجود ببداية مشواره. إسماعيل أحمد من اللاعبين المخضرمين بكرة السلة المصرية وقدم كتير سواء الأندية اللي لعب فيها بمصر أو لا وبلبنان. طبعا لعب بلبنان مع شانفيل ومع الرياضي. تشجيع من جمهور الجيلاس فيليبينس بأرض الملعب المنتخب الفلبيني. وهلا راح تكون حيازة مع المنتخب التونسي ببداية الوقت الإضافي. الكرة راح تكون مع أشرف الغنوني ببداية الوقت الإضافي. أشرف بمرر لأحمد العدامي بتوصل لأشرف. أشرف الغنوني يدافع عليه دوايت راموس. باونس باس لأسامة المرناوي للاعب بل حسن الشيحي بحصل على الفاول. راح يكون على الفري ثرو بالحسن الشيحي يلي رصيده 4 نقاط بهاي المباراة ولعب تقريبا 17 دقيقة. الخطأ الأول بالمباراة على اللاعب رقم 24 أو رقم 24 بتشكيلة المنتخب الفلبيني كارل تامايو. عم بيضيع الرمية الحرة الأولى بل حسن شيحي بوقت كتير حساس وكتير مهم. لشوف الرمية الحرة الثانية للاعب شبيبة القيروان بالحسن بسجل الرمية الحرة الثانية وتقدم منتخب دون سلة بفارق نقطة. كرة مع دوايت راموس. دوايت لكاكو كوامي. كاكو بمرة تحت السلة لدوايت راموس بضيع تحت السلة بس عنده فرصة يسدد رميتين من الفري ثرو. دوايت راموس المسجل هلأ بالمباراة 10 نقاط. الخطأ الثاني بالمباراة على أسامة المرناوي. رمي الحرة الأولى عم بيضيع كمان دوايت راموس بس عنده فرصة يعمل نتيجة تعادل هلأ بالرمي الحرة الثانية. راح يكون في تبديلين بمنتخب تونس. العشي ولعبو علاق راح يدخلوا على أرض الملعب. عم بيسجل طبعا دوايت راموس بهاللحظات الرمي الحرة الثانية والنتيجة تعادل. بو علاق وعشي عم بيدخل وبيطلع بالحسن الشيحي وأحمد العدامي. كرة مع عمر بوعلاق. بوعلاق للعدامي توصل لبوعلاق للمرناوي. أسامة سكريم من العشي. مرناوي بدي يحاول يطلع ويهرب من كاكو كوامي. عم يضيع الكرة والريباوند مع ثيردي رافينا. ثيردي رافينا عامل 2 ريباوندز بهاي المباراة. كرة مع دوايت راموس. دوايت لكاكو كوامي توصل لدوايت راموس. دوايت من الجهة الثانية لجاستن بلتازار. بلتازار بلتازار عم بيضيع الثري بوينتس والريباوند التيب من بوعلاق بتوصل لأشرف الغنوني. الغنوني بدي كمل بدي كمل بدي كمل بدي كمل على السلة وفي بلوك شوت هذا الرابع لكاكو كوامي بالمباراة توصل لدوايت راموس. دفاع مميز من كاكو كوامي اللاعب المجنس بصفوف المنتخب الفلبيني. ثيردي رافينا باونس باس لتامايو 1 اون 1 مع اشرف الغنوني بتوصل لكاكو كوامي بفضل عم درايف الكوامي بيسجل والتقدم هلا للمنتخب الفلبيني وكوامي صار رصيده 12. ضايل 3 دقائق على الاكسترا تايم. توصل لابو علاق كان يحاول يمرر للعشي وتن اوفر على منتخب تونس. تن اوفر على منتخب تونس وهلا عنده فرصه المنتخب الفلبيني
يوسع الفارق. وفي تايم اوت لمدرب منتخب تونس ديريك باورمان. ديريك باورمان بيحاول يلاقي حلول ليطلع من هاي المباراه فايز. تعليمات المدربين. النسخة العاشرة من كأس الملك عبد الله الثاني لكرة السلة تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. ذكرى غالية علينا طبعا واسم بطولة غالي علينا جميعا. عم نشوف تاب بولدوين المدرب الأمريكي وتعليماته الأخيرة لا الخماسي اللي راح يدخل هلا بارض الملعب بصفوف المنتخب الفلبيني. وكمان تعليمات المدرب باورمان لا خماسي المنتخب التونسي. راح ندخل باخر ثلاث دقائق زي ما حكينا على نهايه الاوفر تايم الاول. في حال استمرت النتيجه او صافي النتيجه تعادل راح يكون في تمديد لخمس دقائق اضافيه. لنشوف النتيجة هلا. تقدم المنتخب الفلبيني بفارق نقطتين. كرة مع دوايت راموس. دوايت دفع عليه اشرف الغنوني سكرين من كاكو كوامي ودوايت راموس عم بيحاول مرة بس في ستيل من احمد عدامي بيوصلها الكرة لعمر بوعلاق. بيهدوا شوي لاعبة منتخب تونس. محاولة ل الكامباك وقلب النتيجة. كرة مع أسامة مناوي بده يسدد مسافة الثري بوينتس بتضيع وريباوند لجاستن بلتازار. صار عامل سبع ريباوندز بلتازار أفضل لاعب بالريباوندز بهاي المباراة. هلا مع كاكو كوامي كرة مع دوايت راموس. دوايت بيسدد مسافة المتوسطة بتضيع كمان وريباوند للعدابي. كمان مرة عنده منتخب تونسي فرصة عنده فرصة بالتعادل أو التقدم بالهجمة الحالية. هلا كرة مع العدامي توصل للغنوني اشرف الغنوني لعمر بوعلاق. البوعلاق من الجهه الثانيه للمرناوي. بوعلاق ضايل اربع ثواني على نهايه الهجمه وبيحصل على الفاول. بيحصل على الفاول بس حتكون الحيازه من حد الجانبي لسه ما تجاوزت اخطاء المنتخب الفلبيني الاربعه ب الربع الرابع والاكسترا تايم مجتمعين. طبعا هو الاكسترا تايم هو امتداد للربع الرابع. الأخطاء بتنحمل وكل شيء له علاقة بالربع الرابع بنحمل للربع والاكسترا تايم. وهلا المرناوي راح يكون على موعد مع الرميات الحرة. في خطأ على المنتخب الفلبيني لمصلحة نصور قرطاج. أسامة المرناوي اللي هو أفضل مسجل بهاي المباراة لهلا عم بيكون على الفري ثرو صاحب 17 نقطة. الخطأ الثالث بالمباراة على الثيردي رافينا. المرناوي رمي الحرة الأولى بيسجل وهلأ الفارق نقطة. محاولة لعمل النتيجة تعادل من خلال رمي الحرة الثانية لا أسامة المرناوي. مرناوي بيسجل تعادل هلأ 69-69 فراس الأحياني بهاللحظات بيدخل على ارض ملعب بدلا من فارس العشي. مدرب باورمان بحاجه للاعبين عندهم خبره وفراس الاحياني من هدول اللاعبين عمره 30 سنه. كره مع دوايت راموس توصل لكاكو كوامي لدوايت مره ثانيه. دوايت راموس من الجهه الثانيه لتامايو كارل تامايو بيسدد ستيب باك قدام المرناوي وبيسجل كارل تامايو وبرجع بيعطي التقدم لمنتخب الفلبيني. وتامايو صار رصيده خمسة. دخلنا باخر دقيقة ونص من الاكسترا تايم. كرة مع فراس الاحياني للمرناوي تجعل المرناوي مرة ثانية. مرناوي بده يكمل على السلة وفي ستيل من بلتازار توصل لدوايت راموس. محاول هلا لتعزيز النتيجة منتخب الفلبيني. منتخب تونس
بده يحاول من ناحيه دفاعيه يكون احسن ليحاول يسترجع الكره، بس للاسف المنتخب الفلبيني عم بيسجل هلا. المنتخب الفلبيني عم بيسجل عن طريق فيردي رافينا، والفارق صار 4 لمنتخب الفلبين. دخلنا اخر دقيقه من الاكسترا تايم. منتخب تونس بيحاول مع اشرف الغنوني، كيك اوت لفراس اللحياني في خطا من كاكو كوامي، جزاها رميات حره للاعب اللي عم نشوفه على الشاشه فراس اللحياني اللي حيسدد رميتين. فراس اللحياني لاعب الاتحاد المنستيري طوله مترين واحد. الخطأ الثالث على كاكو كوامي. الرمية الحرة الأولى لفراس بينجح، واللحياني بيرفع رصيده للخمسة. نشوف الرمية الحرة الثانية، بده يحاول يقلص الفارق لنقطتين. فراس اللحياني بسجل من الحرة الثانية بإتقان، عم بيحاول يرجع التركيز للعيبة فريقه المنتخب التونسي. الفارق نقطتين، وكرة هلا مع دوايت راموس، سكرين من بلتازار بس بيحافظ على الكرة. دوايت لبلتازار بيسدد مسافة 3 بوينت. بلتازار هاي الكرة ولقطة معروفة بين هدول اللاعبين، وعم بيعمل الريبوند في راس اللحياني. اللحيان صار عنده 5 ريباوندز، وهلا منتخب تونس بده يحاول يعمل نتيجه تعادل او يتقدم بالهجمه القادمه. نشوف السكرين من احمد العدامي والغنوني مع اللياب، وفي فولو اب تيب من احمد العدامي والنتيجه تعادل. مباراه ولا اروع من هيك، واحتمال كبير ندخل كمان اوفر تايم. مباراه ولا اروع، نتيجه تعادل، والعدامي اولى نقاطه بالمباراه بوقت كثير مهم، اهم نقطتين له بالبطوله كلها اذا فاز المنتخب التونسي بهاي المباراه. نشوف التعليمات، طبعا التايم طلبه تاب بولدوين مدرب المنتخب الفلبيني. النتيجه تعادل 73 73. نشوف كيف حتمشي الدقائق او الثواني ال 14 المتبقيين من الاوفر تايم. الحياز راح تكون مع المنتخب الفلبيني بنص ملعب المنتخب التونسي. نفس السيناريو عم بتكرر بنهايه الربع الرابع مع الاوفر تايم. الاوفر تايم نشوف إذا حيكون في نفس السيت بلاي مع دوايت راموس اللي راح ينفذ الكرة. دوايت راموس راح يدخل الكرة لأرض الملعب. لنشوف تعليمات المدرب تاب بولدوين. الكرة بتوصل لكاكو كوامي، كاكو بيحافظ على الكرة، بده يكمل على السلة، وتحت السلة بيحصل على الفاول بوقت كتير حساس. الوقت كثير حساس هلا. اللاعب ثيردي رافينا راح يكون بارض الملعب، واللاعب جاسم بلتازار اكيد المدرب تاب بولدوين راح يحاول يحط اللاعب طوال القامه بهاللحظات لا محاوله للم الكره في حال ضيع ثيردي رافينا الرمي الحره الثانيه. موجود بلتازار وكوامي تحت السلة، وثيردي رافينا راح يسدد رميتين. رمي الحرة الأولى عم يسجل ثيردي رافينا. المنتخب الفلبيني هو المصنف رقم 32 على مستوى العالم، أفضل المنتخبات تصنيفا بهاي النسخة، النسخة العاشرة، أقرب للفوز هلا على نصور قرطاج. لنشوف رمي الحرة الثانية،
ثالث رافين عم بيضيع وعنده هلا 8 ثواني اللاعب اشرف القنوني لنشوف ال 8 ثواني ومنتخب تونس بده يحاول يحاول يعمل شيء الحيازه راح تضل مع منتخب تونس من حد النهائي مباراه ولا اروع من هيك ان شاء الله الجمهور عم يستمتع بهاي المباراه اقوى مباريات النسخه العاشره من كاس الملك عبد الله كره مع عمرو بوعلاق ضايل ثانية نشوف فراس اللحياني وعم تنتهي المباراه مبروك فوز الجيلاس فيلبيناس المنتخب الفلبيني وهارد لك لنسور قرطاج وجمهور المنتخب التونسي النتيجه النهائيه 74 الفلبين 73 المنتخب التونسي نشوفكم ان شاء الله بكره بثلاث مباريات مهمه قبل ما ندخل الى نصف نهائي كاس الملك عبد الله الثاني بن حسين الدوليه لكره السله يوم السبت شكرا لكم جميعا بنشوفكم ان شاء الله بكره تحياتي لكم